مكاوله بصراحه. انا من اول الراجل ده ما تم التعاقد معاه قلت لك البروفايل بتاع سيماكاولا بيقولوا ان ديفندر بيحب يلعب لقدام كتير، وبصراحه سيماكاولا عمل ريسك باص عظمه على عظمه لحمد العبيدي. جوده الاسيست بتاع الهدف الثاني ده بصراحه منسياني كل اللي حصل الشوط الاول والعبثيات اللي حصلت في الشوط الاول وجوده الملعب بتاع المباراه، كل ده بصراحه الواحد نسيه بعد الاسيست الرايق بتاع سيماكاولا اللي هو لما لاعب الكره بيلعب في ايزوف على الدغري يعني. سيماكاولا جد يا صاحبي، ملعب حلو ملعب وحش عندنا الجوده بتفرق، اصل لعيب الكره بيعرف يلعب في اي مكان، وده اللي اثبته سيماكاولا، وبرده ده اللي اثبته بلال ايات مالك. بلال ايات مالك عمل شوط اول مثالي جدا، هو علي يوسف. علي يوسف ده خرافي في عمليه البيلد اب بصراحه، جوده ما كنتش بشوفها كتير في المدافعين اللي موجودين في الوطن العربي غير في الولد محمد عبد المنعم ربنا يكرمه دلوقتي في نيس. المدافع الرايق اللي بيطلع بالكوره صح من تحت، والمدافع اللي قادر ان هو يكون مؤثر وخروجه بالكوره، انا بحب ده، انا بحب جدا اللاعب ده، بحب اللاعب اللي يقدر يطلع بالكوره من تحت بكل سلاسه. علي يوسف نوعا ما تقدر تقول عليه ان هو البروفايل ده. عجبني جدا علي يوسف في عمليه البيلد اب، وعجبني جدا بصراحه فكره التغييرات الكتير اللي بيعملها المدير الفني بتوني. هتقول يا كابتن ما احنا كده لما مؤاخذه يعني مش بنعمل كيمستري ولا بنقدر ان احنا نخلق شخصيه للفريق قويه، ولا بنقدر ان احنا لما مؤاخذه نتفرج على تشكيله ثابته في ماتشات كتير. صديقي العزيز خلينا نكون متفقين ان الافريقي نوعا ما غير جلده والفرقه كلها اتغيرت، فانت بتتكلم على مدير فني بيدور على لعيبه يقدر يعمل بيها فريق، فالراجل بيدي فرصه لكل الناس، يعني الراجل بيدي فرصه لكل الناس، ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يدي فرصه لعزيز جريسي، وما عندوش اي مانع ان هو يدي لتواني توني تاني ويليس راجل الباك الشمال، ولكن في استمرار على اثنين مساكين ما ينفعش ان انا العب فيهم، وهو حمزه بن عبده او حمزه بن عبده وعلي يوسف، دي اثنين مساكين.